إلى جديد النشاط الحزبي، عقد اليوم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي 40 عقد ندوة صحفية تطرق خلالها إلى الحراك الجاري في الساحة السياسية والمتعلق بمراجعة الدستور وكذا موقف الحزب من المبادرات السياسية المطروحة. نستمع. عندنا ما نتخلاش عليها، ولكن من أجل يكون إجماع على مستقبل الجزائر نتكلم عن الناس كل مع هذوك المعارضة ومع السلطة إلى آخره، ولكن باش نتكاتل معاهم اسمح لي يا أخي، احنا عندي حزب نعرف نخطب، عندي مبادئ، عندي اقتراحات إلى آخره،